اول واحده بتقول لحضرتك انا عندي ثبات في الوزن عند عمليه السمنه. انا بعد ما عملت عمليه السمنه للاسف بعديها بسنتين الوزن ثبت وما رضيش ينزل، فاعمل ايه؟ اول حاجه طبعا في طرق تحفظيه ان احنا نعملها، بنراجع طبعا طريقه التغذيه اذا كانت، يعني لان في بعض الناس بتاكل عدد وجبات كبير في اليوم، يعني ربما تعدي الوجبات 7 8 وجبات في اليوم وتعتبر نفسها ان هي ما بتاكلش، يعني لانه هو احنا عايزين فطار غدا عشاء، محتاجين ان احنا كان عندي يمكن ناس النهارده نايت ايتنج سندروم، ان هم بياكلهم كله في بالليل، يعني بتستهلك اكتر من 30 40% من وجباتها بالليل، فدي ملهاش علاج، يعني لازم هي دي تغير الاتيتيود من ترجع للانسان الطبيعي، مش معنى ان انت عملت عمليه سمنه تعتمد عليها وتاكل في الوقت اللي يريحك وتاكل عدد اللي يريحك، يعني قصدي في تحفظ شويه لازم ان احنا نقوله للمرضى اللي هم محتاجينه. يعني احد اسباب ثبات الوزن قله الحركه، ربما يكون ما فيش حركه خالص، ما انت ممكن تاكل كميه صغيره وما بتتحركش، احد ثبات الوزن ربما يكون العمليه اصلا واسعه او وسعت مع الوقت، وربما يكون بتستوعب كميه اكل غير الطبيعي، فدول بعد اخذ التاريخ المرضي ربما نحتاج لاشعه مقطعيه بالسبعه ثلاثيه الابعاد ان احنا نعملها ونقيم حجم المعده، نشوفه لو واسع بزياده بتحتاج تعمل عمليه اعاده، لان طبعا ربما العمليه تكون اصلا فيها مشكله مش هتنزلها مع الوقت. طيب حنان بتسأل حضرتك بتقول لك يا دكتور انا حامل ووزني كبير، عندي وزنها دلوقتي بتقول 95 كيلو، فهي عايزه تعمل عمليه تكميم او تحويل، هل ينفع تعمله بعد الحمل بقد ايه؟ وهل هينزل لها الوزن قد ايه؟ اه طبعا بعد نزول الوزن، يعني احنا في نقطتين الحقيقه، اللي بقى يعني لازم تتم الحمل تماما وتولد براحتها، وبعد يمكن 3 شهور مش اقل من كده، لان ربما تكون تولد قيصريا، فمش قبل 3 شهور مش تبتدي تفكر تعمل العمليه، مش دي النقطه، النقطه في انه الرضاعه هتقل، الناس اللي هي عندها رضاعه طبيعيه مع عمليات السمنه على طول، انت طبعا الجسم بينزل فالوجبات بتقل، الرضاعة الطبيعية هتقل ما بعد برضو إجراء عملية التكميم أو التحويل، وبالتالي نأجلها، نأجل بقى يعني نكمل إذا كان في رضاعة طبيعية نكمل الرضاعة الطبيعية العادية وما بعد ذلك تبقى تمام. طيب واحدة بقى بترضع صناعي ممكن تعمل العملية العادية، لكن الرضاعة الطبيعية هتقل، وعشان كده احنا ممكن نأجل بقى بعد إنقاص الوزن أو بعد يعني يمكن مرور سنتين إكمالا بقى للطبيعي بالنسبة للمعتاد بالنسبة للرضاعة. طيب في سؤال من شريف بيقول لك عندي مشكلة في القلب وأنا عملت